أنا بعتقادي طبعاً في لازم يعني كل ما الدنيا تتطور وكل وسائل التكنولوجيا الحديثة بتدخل في حياتنا أكيد كلنا محتاجين توعية. على فكرة الشباب الوعي قبل الغير وعي بيعفن كتير جداً من الناس. فأعتقد يعني محتاجين طبعاً توعية. رأي حضرتك إيه أسباب إدمان الشباب للإباحية؟ والله أنا يعني الموضوع ده بيرجع لحاجات كتير جداً، يعني كنت هادي في رأيي إن هي مش سبب واحد، حاجات كتير جداً. منها سبب اولا تاخر سن الجواز بسبب الحياه المعيشيه، الضغوط المعيشيه والظروف اللي بتمر بيها البلاد عامه، يعني ده سبب من الاسباب. وفي اسباب ثانيه برضه غياب الرقابه، يعني اثبات الموضوع ده مش وليد اللحظه، يعني مش هو فجاه كده لقى نفسه الصبح مدمن حاجات زي كده. لكن في فتره الثانويه، فتره المراهقه، كان في حاجات زي كده وغياب الدور الاسري في المتابعه، بدات تبان ان هو حاجه فعلا تدريجيه مش حاجه بتاعت وليده في اللحظه. الى جانب برضو يعني برضو الغياب الوازع الديني عند بعض الناس برضو ده ليه كبير في الموضوع. طيب برأي حضرتك ازاي نعالج شاب ادمن على الالحاح؟ والله انا قلت كده برضو المرضى بتاع الوقايه خير من العلاج، اهم حاجه يعني اول نبذ. الحاجه الثانيه ان لازم الشخص نفسه يبقى عارف تماما ان الموضوع ده ما هوش زي ما قلت انا من شويه، ما هوش وليد اللحظه، في حاجه تدريجيه. والفكر الخاطئ ان انا كمان هجرب مش هيحصل حاجه، انا هجرب دي ايه اللي هيحصل يعني. وبعدين انا حتى اللي هو مدمن حاجه زي كده يقول لك انا، انت بتقول لي بتعمل مشاكل ايه لما زي الفل لو بتتفرج زي الفل. هو الفكره ان الموضوع ده ليه تبعات بتحصل فيما بعد، وده حاجه برضه يعتبر مرض عقلي نفسي قبل ما يكون عضو. وبالتالي الحاجات دي محتاجه فعلا دور كبير جدا الواحد يقوم بيه، ان هو لو هو يعني اولا ما يجربش، لو جرب يتوقف فورا 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 يتوقف، يعني تلقائيا مفيش حد هو طبعا الدعم، يعني الدعم غير ضعف حاجه مفضله، يعني لو حد يعني يدعمه ان هو يشجعه انه يبعد عن كده ده حاجه كويسه جدا. انما هو رقم واحد برضه الكنترول على نفسه ده مهم، يعني الواحد اكل ناس كانت مدخنه على مسار التدخين خد القرار لا انا اسيء، يعني لازم الواحد يبقى حاطط قدامه حاجتين، انا بعمل الحاجه دي يعني ايه، يعني ايه السبب اللي بيخليه بدا وايه النتيجه اللي عايز اتفرج عليها منها. يعني انا برضه معلش انا مش عارف ممكن استفيد حته صغيره يعني احنا لو قسمنا حياه الشخص بعد سنه البلوغ حتى القسمين سهلين قوي اللي هو قبل الجواز وبعد الجواز، هتلاقي قبل الجواز في مخاطر كبيره جدا من الحياه دي، وبعد الجواز في حاجات اخطر. فهو على المستويين فيها مشاكل، يعني قبل الجواز هتعمل له مشاكل نفسيه وضغوط نفسيه، لان هو راجل يعني بعد كده ايه؟ هيدخل بقى في سكه ثانيه، ممارسه رذيله وممارسه عادات سريه وغيره. وفي بعض الجواز هيبقى يعني هو هيقارن نفسه بالاداء اللي هو الحاجات اللي شافها دي، هيلاقي نفسه برضه في تقصير وفي حاجات كده. يعني اقصد على اي حال في كل المراحل لا يتوقف فورا. حضرتك احنا فريق فكره محتاجين من حضرتك كلمه الحمله، وهل حضرتك داعم لينا ولا لا؟ والله بص انا داعم لاي حد يخلصنا من اي سلبيات في المجتمع بتاعنا بما فيهم حمله فكره ان شاء الله. أنا واعي أنا ضد الإباحية. أنا واعي ضد الإباحية. أنا واعي أنا ضد الإباحية. واعي ضد الإباحية. واعي ضد الإباحية. واعي ضد الإباحية. أنا واعي ضد الإباحية. طب رأي حضرتك إزاي نعالج شخص أدمن الإباحية؟ نخش له من أغلب حتة ليه، سواء كانت حتة دينية أو حتة صحية أو حتى حتة اجتماعية. طيب إحنا فريق فكرة محتاجين منك كلمة الحملة، وعايزين نعرف هتبدع مين ولا لا. أنا واعي ضد الإباحية. أنا واعي ضد الإباحية. أنا واعي ضد الإباحية. واعي ضد الإباحية. أنا واعي ضد الإباحية. أنا واعي ضد الإباحية. واعي ضد الإباحية.